طبعا يعني كان يوم حلو، يوم زي العسل كده لما دخلتي علينا بقى في التمثيل. قبل التمثيل كنت اصلا شغاله في الاعلانات صح؟ صح. ايه بقى؟ اشتغلت سنه ونص في الماركتنج، دعايه واعلام وكده. وبعدين انا ما كنتش عايزه ابقى فنانه، يعني انا كنت عايزه ادخل. شفت الاداء اصلا؟ عايزه فنانه. في نغمه في الصوت. ايوه. لا بجد ما كنتش، انا كنت عايزه اتجوز واقعد في البيت. اتجوز واقعد في البيت. وابويا وايه اللي غير الكلام ده؟ كنت تقعدي في البيت. ليه؟ ليه ده انا قلت لك في الاول كان يوم حلو وعسل علينا. يعني بابا عكس المتوقع، هو عايزني اعمل حاجه ضد اني اتجوز واقعد. ايه ده؟ يعني انا ربيتك وعلمتك وبتاع، تتجوزي تقعدي في البيت؟ لا ضد تماما. فجت لي فكره اني اقدم في برنامج بيقدم هواه. انا ما كنتش عايزه ابقى فنانه، انا كنت عايزه ادخل برنامج. فعجباني فكره ان انت البرنامج نفسه كنت حباه. عجباني فكره البرنامج، مش عجباني ما اعرفش ايه الفن، ما اعرفش اني ابقى مغنيه امثلي، ما اعرفش. رحت في الاوديشن بتاع البرنامج ده قالوا لي مثلي، قلت لهم ما بعرفش. طب غني؟ ما بعرفش. لا غنيت وكنت عيانه، صوتي رايح وبتاع. وواقفه 9 ساعات، فضلت مستنيه 9 ساعات. عدد رهيب متقدم، مش ممكن. كل الناس عايزين يبقوا فنانين، وانا لا عمري درست فن ولا اعرف اي حاجه. دخلت كده وكل اللي بيخرج قبلي بيقولوا ما تحفظيش ولا تتعبي نفسك، هتدخلي تقولي هيقول لك امشي. امشي. فانا دخلت قلت ما قالوليش امشي. ما قالوليش امشي. كملتي بقى. دخلت غنيت، فضلوا باصين لي كده. غنيت كملت، فضلوا باصين لي كده. وقفت انا ايه يعني، مشوني بقى. ولا حلوه ولا ايه ده؟ في حاجه هيجي مني. قالوا لي غير، غني حاجه تانية. غنيت حاجه تانية، فضلت كملي. ثالثه رابعه. لا اتبسطوا بقى. انا بقى ما انا ده نجحت. طب ما نجحتيش في الاخر؟ ده نجحت ولا ما نجحتيش؟ نجحت يا عم. في ايه؟ نجحت. انت بتفرجش على البرنامج؟ كان صغير. كنت صغير ساعتها. كان صغير ما شافش. يعني نونو وانا كنت اصغر منه. هو كان برنامج اطفال. ايوه كان برنامج اطفال. غني كذا كذا كذا، طب مثل لنا حاجه. قلت لهم ما بعرفش امثل. ازاي يعني انت جايه كاستنج مش بتمثلي؟ قلت لهم ما اعرفش، ما مثلتش قبل كده، مش عارفه. تمام. طب انت بتعملي ايه؟ كلام حوار. هم عايزين الشخصيه الطبيعيه. خلاص بس خلاص اتقبلت، دخلت هوب خرجت منه مشهوره، عندي فانز، عندي فانز بجد. مش فاهمه يعني ايه مشهوره. رحت مول مع واحده صاحبتي، الناس اتلموا عليا، ما عرفتش اخرج، ما حدش عارف يخرجني. نزلوني الباركينج بالعافيه. خلاص رحنا عند العربيه، وحد معدي بعربيته كده فبيشاور لي، هو بيشاور يعني انت خارجه، بيعمل لي كده، فانا عمال اعمل له يقول لي يا هو بيعمل لي انت خارجه، وانا عمال اعمل له حبيبي حبيبي. معجب بقى. حبيبي شكرا يا انت مجنونه ولا ايه؟ عمل لي كده انت مجنونه. خلاص بقى من ساعتها جمعت شهره وكده يعني.